السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله في الفيديو بتاعنا هنقدم تريك مهمة جدا في برنامج الورد. التريك دي هي إن أنت إزاي تعمل شرانك أو فيت أو تعمل عملية احتواء لنص مكتوب في صفحتين، تعمله بحيث إن هو يظهر لك في صفحة واحدة بس. يعني إيه؟ زي ما أنت شايف كده إن أنا دلوقتي في عندي تكست مكتوب في صفحتين بالشكل ده، فأنا عايزة حاجة تخليني أضمه ويكون صفحة واحدة من غير ما يأثر على الكتابة اللي موجودة داخل التكست. ده هنعمله ازاي؟ هتروح فوق على شريط المهام اللي فوق ده كده، وهتلاقي فيه عندك سهم صغير، هتضغط عليه، هتنزل لك القائمة المنسدلة بالشكل ده. هتروح على More Commands اللي هي ايه، او أوامر أخرى يعني، وهتضغط عليه، هتظهر لك الويندو بالشكل ده. هتروح هنا على السهم ده وتفتحه وتختار منه All Commands. بعد ما اخترتها هتقف على أي حاجة كده وهتضغط على حرف الاس من على الكيبورد، هتلاقيه بدأ لك من أول الأوامر اللي بتبتدي بحرف الاس. هتبتدي إن أنت تدور على Shrunk One Page، تنزل بالسكرول كده هتلاقي ظهر عندك إيه؟ هتلاقي ظهر عندك shrink one page. shrink one page هتروح دايس ايه بعد ما تشاور عليها كده، هتروح دايس على add، هتتنقل لك ايه في شريط المهام اللي احنا فتحناه من شوية، وهتقول لها اوكي. هتلاقيها ظهرت معاك هنا اهي. بعد ما ظهرت معاك هنا، انا هنا ما عنديش غير الصفحتين دولت، فعشان كده انا مش محتاجة اعمل سيلكت، هو هيعمل لهم شرينك تو فيت من نفسه مجرد ما هضغط على الايكون. لكن لو انت عندك مستند كبير فانت بيبقى لازم ان انت تعمل سيلكت على الصفحتين. طب ما بتعمل سيلكت كده على الجزء اللي موجود في الصفحة دي، وبتضغط من على كنترول على الكيبورد وتعمل ايه سيلكت على الجزء التاني في الصفحة التانية بالشكل ده كده. بعد ما عملت سيلكت على الجزئين اللي انت عايز تعمل لهم دمج في الصفحتين، هتروح تضغط مباشرة على العلامة دي اللي هي ايه shrink to fit. مجرد ما ضغطت عليها بص ظهر لك محتويات الصفحتين في صفحة واحدة من غير ما يأثر على المعلومات اللي جواها. بتمنى ان حلقة النهاردة تكون فادتكم. بتمنى ان انتوا تشتركوا معانا في القناة وتدعمونا بلايك، ولو ليكوا اي استفسارات او اي طلبات او اي كورسات محتاجين القناة تشرحها لكم ياريت نلاقي دوت في الكومنتس. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.